الصحية لمديرية عمالة مقاطعة الحي الحسني. إذا اليوم جينا حضرنا مراسيم توقيع اتفاقية شراكة في إطار يعني توسيع العرض التربوي لفائدة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة. دونك هذه ماشي أول يعني تجربة، دونك عندنا ديجا مدرسة بن هشام الفرصة الثانية للجيل الجديد، وهذه إن شاء الله المشروع الثاني اللي غنشتغلوا عليه في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار. وكذلك بالنظر إلى أن مديرية حي الحسني هي منطقة يعني فيها منطقة هشة سورتو منطقة ليساسفا، دونك فيها منقطعين عن الدراسة اللي غادي مع هذه الجمعية إن شاء الله غادي نحاولوا ما أمكن نوفروا مقاعد جديدة في مهن جديدة، مهن اللي فيها يعني طلب كثير لمهن الشبه الطبية. وهذه فرصة يعني للتلاميذ المنقطعين باش يرجعوا لمقاعد الدراسة يستافدوا من استكمال تم الدروس ديالهم من جهة، وكذلك يعني التكوين في حرف يعني عليها إقبال كبير لوليداتنا داخل منطقة الحي الحسني باش يعني يكملوا الدراسة ديالهم من جهة، وكذلك يحصلوا على حرفة ويحصلوا على مهنة اللي تأمن لهم العيش الكريم.